صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. جماعه الفلوج بتاع السفر ده انا متحمسه له بطريقه مش قادره اقول لكم، لعده اسباب. ايه هم بقى؟ اول حاجه، اول مره هسافر الغردقه. تاني سبب، اول مره اركب طياره. تالت سبب وده الاهم، بصور. ما خلاص هو فرح. تالت سبب بقى وده اهم سبب، ان انا طالعه انا وثلاث بنات، فاحنا يعني اول مره اطلع رحله شله بنات، متحمسة. قبل بس ما الحماس ياخدني كده، والمفروض ان انا انزل علشان الطيارة، بستعد ولبست وحضرت شنطتي ونازلة دلوقتي. هروح على المطار وهقابل صحابي هناك اللي هم اليوتيوبرز. لايك وسبسكرايب وتابعوا معايا الفلوجات دي عشان باين الحماس، صح؟ باين. يلا بينا. ادي يا جماعه، اول راس ميار، تاني راس هناك اهي لسه ما شفتهاش. هي فين؟ هي في العربيه النقل ولا ايه؟ الراس الثالثه. نرمين متاخره. نرمين كده. شفتي؟ لا حسين راح النادي. شكلك حلو. اه طبعا السفر مش عايز غير كده، عايز راحه. ميار متحمسه؟ دعاء لا متحمسه، مش محتاجه اسال. انا باين انا ببص فهد الصبح وخايفه يصحى وطلعت اجري. ودلوقتي طبعا مستنيين نرمين كالعاده متاخره. والله انا افضل افضح فيها لغايه لما تلتزم بمواعيدها. واقفين مستنيين منتظرين دعاء بتوزن لنا الشنط عشان نتاكد من الوزن بتاعنا. 18 كيلو. معلش بقى ارجع للم هدوم. معلش ارجع للم شويه هدوم. ميار كام؟ ميار هتطلع اقل مني كمان. انتوا بتهزروا؟ 15 كيلو. عايز حد يدفع لك؟ عايز كام؟ عايزه كام؟ جاي علينا بخسائر كمان. هو انت مش ناويه تظبطي؟ مين اللي جاب ال 100 جنيه؟ مواعيدك ضايع. مش ناويه يعني؟ ولا عشان لبستي ترند جديد؟ ايه رايك؟ لا جامد والله، حلو حلو. حبيتك في الفواتح، حبيتك في الفواتح. صرحيني بالحقيقه، انت ناويه تقعدي كام يوم؟ هكمل هناك بصراحه. هنقف نتصور لحد ما الطياره تهف تشير. يلا هوبا. القصيرين قدام والطوال ورا. هو الحقيقه كان الدعاء هي اللي جنبه، بس احنا ما حدش يبي فعلا بدل يا عمري. ما اختارنيش، لازم تقعد جنبي. ما تزهقونيش بقى يمين وشمال تصوير كده. بدأنا نتحرك. بصوا يا جماعه، احنا جينا يعني الوقت كان خلاص بتاع الغدا، فاضل ربع ساعه وخلاص. سيبنا الحجز وطلعنا جري على المطعم ناكل وننزل نكمل الحجز. الجوع. اخدتي اكل ايه؟ انا مش عارفه فراخ غريبه قوي، مش عارفه لعبت الفرخه دي ولا ايه. لا اخدتي ايه تاني بدل الرز اللي افتكرتيه رز؟ عرفت انه كسكسي، بس قلت انا كنت فاكره. عرفت انه كسكسي. احنا لحقنا قبل ما ايه؟ قبل ما يخلصوا. هنقوم بقى نكمل الحجز. دول لسه هتحلوا؟ دول قايمين يحلوا. طب تجيبوا حلو؟
اوعي كده اما اتفرج الحلو اللي عندهم. انا مش قادره اتنفس اصلا بس هتفرج. بلح هناكل بلح ليه هنا؟ لا قشطه انا مش عايزه حلويات عشان احنا ناس مضحيه. نزلنا احنا نكمل الحمس والاثنين التانيين قاعدين فوق بيحلوا. انا مش عارفه انا بصيت الحلويات لا انا مش قادره. حليتي؟ لا اكلت ربع برتقال. ربع برتقال اقسم بالله بوفر لهم. مش فارق ايه يعني؟ اسبريسو ميكس. ونرمين بنفسها داخله تحط لنا الحلو. كل ده لسه ما استرناش الاوض فقلنا نسلي نفسنا وناكل. مها هاتي الباور بانك يا مها التليفون فصل. والله يا بنت في الشنطه الكبيره. شفتي قلت لك يا بيبي ويا بيبي وفي الاخر هتتذللي لي عشان اديه لك برضه. هتديها الباور بانك بتاعك؟ برا الباور بانك بتاعك؟ ميرسي يا بيبي. ميار اخرها معاكي في السفر 3 ليالي. هترجعي القاهرة وهي هترجع اسكندرية، هيبقى مالكيش حد غير. هنشرب ونستنى القوط. ولا انت بتزليني عشان اليومين اللي نزلنا فيهم نشتري حاجات السفر خدت منك الباور بانك. هما كانوا يومين انا فاكراهم يوم. ايجار. 405 و406. احنا تعبنا. عمالين ندور على القودة. لقيتيهم؟ احنا مدينا الأوضة الساعة 4. انطلقوا. دي الأوضة. هنا الحمام. بعد كده السريرين. الله الفيو التحفة ده. سطح دلوقتي بقى المفروض ان احنا نغير. مستنيين الشنط بس تطلع. معرفش بقى هنلحق الهول ولا هنعمل ايه. فمستنيين الشنط انتظرونا. فقرة بالليل غيرنا دلوقتي هننزل عشان نتعشى. احنا جايين عشان نفطر نتغدى نتعشى ننزل الميه ننام. لا انتوا هتقعدوا تسبلوا لبعض وانا جعانه. تصوري؟ اه. التألق والتألق. السلسلة دي أول واحدة، دي تاني واحدة. أدي تالت واحدة. بصوا بصوا دول متقامين زي بعض يعني الستايل واحد. وأنا ونرمين لابسين شمس. تصوريني أنا ونرمين. هما من الواضح ان عشان ايه يعني كل اتنين قاعدين في اوضه فبيتبقوا بقى. ملهاش علاقه بالموضوع. فيها الموبايل. ايه ده بطيخ؟ العشاء. العشاء. يلا كل. انت بتصوريني وانا باكل؟ ثانيه واحده. بمناسبه العشاء والقعده الهاديه الجميله. حاسه بايه وانت سايبه ابنك وجوزك وقاعده بتاكلي كده؟ ضميرك فين؟ لا ابني لا 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 ثانيه واحده. تمام اوصف لنا احساسك كأم رمت مسؤولياتها وسافرت. بتقلب ضميرك. لا 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 مش بقلب ضميرك. عايز تعرف احساسها ان واحده كل يوم مطحونه مع ابنها وجوزها فحاسه ان هي كده يعني حسيت منعزله. ان انا ما ينفعش افضل حاسه بالمسؤوليه طول الوقت. لازم انزلها من عليها شويه يعني. طول الوقت حاسه لا لازم ابقى معاهم واعمل لهم واسويهم. ثانيه واحده مش عارفه ايه بس لا فعليا لازم يا جماعه تاخدي مساحتك. شكرا. ايه احساسك اوامر من اخيرك؟ كان انا طالعه مناخيرك اشرف في الوش. بس كده طبعا وده اللي بيدل على ان انا حشر مناخيري في كل حاجه. اوكي ميار احساس حلو طبعا. اه ان انا مفيش فعلا حاجه بعملها. مش عارفه بعمل لحد. مفيش ماما عايز كذا ماما مش عارف ده. بس وحشني جدا ميتو والله. وحشني بغباء. وكل ما اشوف ولد صغير معايا كده. لا انا ما شفت الاكوا بارك والملاهي حسيت ان هو ينبسط هنا. ايوه انا بقعد اقول كده وانا مش سايبه حد. يا ساتر يا رب. بصي قولي يرجعوا بكره الصبح على القاهره عشان مسؤولياتهم وعيالهم وانا وانتي ضامن. لا احنا ما قلناش كده على فكره. احنا ما قلتش كده. مش انتي بلال وحشك وانتي فهد وحشك. ما سمعتش دعوه دعاء. وحشني بس معنى كده مش راجع. لا ما انا عايزه هنبسط. احساسك مش وراكي اي حاجه سايباها. ما بيبقى ورايا حاجه بسيبها عشان ما يبقاش ورايا حاجه. حابه انك تطولي المده؟ قوي. ما ورايش حاجه بس مش هينفع. اعتذر عن ذكر الاسباب. يا جماعه ميرسي جدا ومتشكره جدا على الحوار اللطيف. عايزه اروح اتفرج على الرقاصه. محدش عارف حد غير معاها. بصوا احنا قاعدين فوق بناكل. ده المنظر تحت. ام كريم ام كريم عايزه امدي فيه. خرجنا بقى من الاوتيل نتمشى كده شويه. ها
هنرجع نتفرج على الرقصه. مستنيه الرقصه ليه يا جماعه؟ احب اوريكم الفيو الرائع اللي احنا اخترناه عشان نصور فوتو سيشن في المجاري. بقى لنا ساعه بنتصور هنا، الريحه حرفيا قاتله، بس حاسه الحاجه اللي هي وراها نفض يا فشل فيروز. طبعا نرمين ملهاش في الجو ده، نرمين عايزه مهرجانات مهرجانات. بعلينا كام اغنيه ونطلع بقى عشان ننام، الصبح ناخد اليوم من اوله. اشوفكم في فلوج جديد، باي باي.